بإذن أخواتي الكريمين، إن شاء الله رب العالمين هنتكلم النهارده على حاجة سهلة جدا وبسيطة كلنا بنعملها، بس في ناس بيستصعبوها شوية. الحاجة البسيطة ديت إزاي إن إحنا نعمل في السماء رسم السحاب في السقف. زي ما أنتم شايفين حضراتكم، إحنا أول حاجة بطلنا السقف أولا باللون الأزرق زي ما إحنا شايفين، كل السقف متبطل واخد وشين باللون الأزرق. أول حاجة تاني يبقى دلوقتي معانا الاسطمبه اللي هنستخدمها في السقف. ايه الاسطمبه اللي هنستخدمها في السقف؟ الحاجه السهله جدا اللي اي حد هيشتغل بيها ودي بقى سهله بالنسبه له. اولا دي حاجه بسيطه جدا. اولا هي بقى الكربون. بقى الكربون هنعمله اسهل طريقه لعمل السحاب في السقف. وطريقه سهله جدا وسريعه جدا. اي حد هيعملها ثواني، ولا محتاجه منك وقت ولا محتاجه منك مجهود، وهتبقى 100 100 معاك. هنعمل الكرتون ازاي؟ الكرتونه معانا حاجه سهله جدا وحاجه بسيطه، هجيب اي كرتونه من الشغل وهنعملها ازاي؟ اولا نقطع الكرتونه دي بطريقه عشوائيه، صح كده؟ مثلا نجيب مثلا كده نبدا بيها اول باول اهو، هنقطع الكرتونه واحده واحده، يعني برسمة السحاب مثلا، اي حاجه بطريقه عشوائيه معانا. حاجة بسيطة جدا وسهلة، ما فيهاش أي مجهود ولا فيها أي حاجة. يعني نكبر تدويرة كده ونصغر واحدة. طبعا حاجة سهلة جدا جدا. أصبحت معايا ثلاث كرتونات ديت، ممكن نعمل مثلا فيها برضه نكبر فيها شوية. حاجة عشوائية يعني تعمل التعرية بتاعت السحاب معايا. حاجة بسيطة جدا اهي، هنعمل بيها أي تعرية في السقف بتاعنا اللي احنا شايفينه ده. حاجه بسيطه جدا، كرتونه. ايه اللي هنستخدمه؟ في بعض الاخوان الناقشين بيستخدموا الزيت، بيقولوا الزيت المطفي مثلا، الكيل المطفي. اولا الكيل المطفي بعد فتره بيغير لونه وبيسمر في السقف. انا بستخدم البلاستيك، اي بلاستيك معانا، واما مثلا نستخدم بلاستيك مثلا اللي هو 700، المطفي 700. طبعا بياضه ناصع ويستحمل معاك ايه؟ ويشتغل معاك ايه؟ بلاستيك 700. طبعا انا خفيته زي ما عشان يطلع من المسدس بتاعي، وهستخدم المسدس رش. المسدس بتاعي اهو. طبعا انا حطيت البلاستيك بتاعي بعد ما صفيته علشان يطلع من المسدس، ما يبقاش فيه رايش ان هو يبوظ معايا او يفسد الفرن بتاعي المسدس. وهبدا الشغل ان شاء الله رب العالمين على بركه الله. هنبدا نشتغل في السقف. لحظه واحده بس انا في الزمن مين اللي هيجي معايا؟ انت معايا الساده عمر؟ تعالى اسمعي. طبعا انا لابس الكمامه برضه علشان طبعا انا الوقايه خير من العلاج. بلاش حبيبي الكمامه بتاعتك، تعالى الكمامه بتاعتك. تعالى بص طبعا جاي كان مصنفر ومتهدل، معلش احنا برضه هنقلله معانا بس دقيقه واحده نشوف ان شاء الله. وهنبدا الساده بتاعنا طبعا كنا معايا هي حاجه بسيطه خالص. هنبدا ان احنا نبدا نشتغل اول مثلا ممكن نبدا كده بطريقه عشوائيه. طبعا اثنين هيمسك قصادي، خلي الشغل واضح عشان الناس
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا على الله. خلي الدراع فوق، خلي الدراع فوق. ايوه الله. انا ببدا نفسي مع التعليمه بتاعتي، ابدا واحده واحده مع التغيير بتاعتي. بسم الله كده واحد معايا تعليمه بتاعتي. هروح هنا برضه كمان شويه برضه، ما تتوسعش قوي. تمام، تبقى 10 ايام. خلي ايديك بعيد عشان تمشي. ركعه ماشي ليه؟ طيب برضه كل ما تعكس الرسمه معانا، كل ما تعكسها معانا بتدي منظر كويس ومنظر حلو للسحاب. وسع شويه هنا، وسع شويه هنا. تعالي هنا اللي بتكون الرسمة منظمة يكون شكلها النص هنا. لسه فيها شغل تاني طبعا هي بدايه السحابه بتاعتنا ان احنا نرسم. بعد كده ان شاء الله هنستمرها ونعمل النجوم في اخر الفيديو، ونكون مع بعض ان شاء الله. طبعا دي مساحه طبعا عشان ما تصفرش علينا بلاستيك لو كان كده. عشان ما تطلعش على السحاب.
ده يعتبر يعني خلاص اللي هو تفصيل، مفيش ما تاخدش معانا وقت، ما تاخدش معانا مجهود كتير، حاجات بسيطه كلها. وكنا نستفاد ان شاء الله رب العالمين، لان طبعا كتير من حبايبي بيسالوني ازاي انت بتعمل السقف بالطريقه دي وبالسرعه دي، فطبعا حبيت ان انا اقابل الناس اللي بيسالوني. كده يعتبر اول مرحله خلاص خلصت، مرحله سهله جدا ما تاخدش وقت، والفكره بسيطه كرتونه ويا دوب ان هي بالشنشه بس كده بتتعمل وتعمل شويه الشغل دول. هبدا انا بقى الطريقه الثانيه بقى. المرحله الثانيه بقى هي مرحله التظليل، ازاي بقى ان انا همسك المسدس بتاعي واشتغل قصاد السحابه بتاعتي بتظليل عشوائي. ازاي بقى اقدر اقسم السحابه بتاعتي على شكل سحاب. كل واحد يشغل الفنان اللي جواه في السحابه دي. طبعا البلاستيك بتاعي لازم يكون خفيف، هحطله شويه ميه علشان يطلع من فوق المسدس وما يعكسش معايا. بلاش كده يطلع كويس. Thank you.
كده الحمد لله المرحلة الأولى خلصت. المرحلة الأولى خلصت كده هنبدأ إن شاء الله 4 أيام هنعمل مرحلة النجوم. هنعمل النجوم إزاي؟ حاجة بسيطة جدا وحاجة سهلة وهنشوفها مع بعض كده إن شاء الله. هات السكينة وحاجة بسيطة يعني هنعمل إيه؟ بسم الله. هنعمل جمعة شوية. مسدس الرش والبلاستيك اللي بنستخدمه وبسهوله جدا نعمل له القطعه الفنيه الجميله ديت وان شاء الله رب العالمين ان عجبك القطعه الفنيه الجميله ديت اشترك في قناتي ابراهيم خلاف ديكورات ابراهيم خلاف للديكور وما تنساش تعمل اعجاب للقناه وتفعل زر الجرس علشان نوصلك كل ما هو جديد في ديكورات ابراهيم خلاف وتحياتي ابراهيم خلاف.